بون في هاد لا سيونس غادي نشوفو نعاودو نشرحو الاناليزيو لي كونسيبت ديال الشابيتر الاولى لي شابيتر الاولى اللي كتسمى لي شانتيوناج. نورمالمون باش نتفاهمو كو الشابيتر الاولى غادي نفهموها ابارتيغ من شنو هو لوبجيكتيف ديالها. دونك لوبجيكتيف تاع الشابيتر الاولى هو نجبدو واحد الحاجه اللي كتسمى لا طاي، ولكن في الستاتيستيك كاين جوج الانواع تاع لي طاي، كاينه واحد لاطاي صغيره وكاينه لاطاي كبيره. لاطاي صغيره هي اللي كتسمى لاطاي ديالاش تاع لي شونتيون، مي لاطاي الكبيره هي اللي كتسمى لاطاي ديال البوبيلاسيو. ديما كنعطي واحد ليكزومبل باش تفهموا شنو كنقصدوا بلاطاي ديال لي شونتيون. مثلا في المغرب كاين 40 مليون مغربي، ياك هاد 40 مليون مغربي ما ساكنش كلهم في بلاصه واحده، وانما مقسمين على بزاف ديال الجهات. مثلا كاينه الجهه ديال كازا، كاينه الجهه مثلا ديال مراكش، كاينه الجهه مثلا ديال الرباط، طنجة، اكسيتيرا. داكوغ، دونك الناس ديال كازا راهم واحد لي شونتيون، الناس ديال مراكش راهم واحد لي شونتيون، الناس ديال الرباط راهم واحد لي شونتيون. دونك لا سوم ديال دوك لي بوتيت ان اي راهم اللي كيعطيني لاطي ديال البوبيلاسيون. صافي، يعني بحال هاد ان صغيره ولا هاد لاطي ديال لي شونتيون راهي واحد العنصر كينتمي لاطي ديال البوبيلاسيون. وحنا عطينا مثال اللي ما فهمش، كاين 40 مليون مغربي ما ساكنينش كلهم في بلاصه وحده، ما كايناش 40 مليون في جهه وحده، وانما مقسمين. كتلقى مثلا كازا كاين 7 مليون، مراكش كاين 4 مليون، وغادي صافي. دونك لوبجيكتيف ديالكم نتوما هما تجبدوا ديك لاطي ديال لي شونتيون. فاهمين؟ دونك لوبجيكتيف الاول ديالكم هو نجبدوا هاد لاطي ديال لي شونتيون. هاد لاطي ديال لي شونتيون كنجبدوها ابارتيغ من واحد المعادله اللي كتسمى لينيغاليتي. حنت الكتبه ديك السميه شويه صعيبه، كنديرو غير بي تي بنيامين تشيبيتشي. دونك هاد لينيغاليتي هي واحد المعادله حنا غنخدمو عليها دابا، هي اللي كنجبدو من خلالها لاطي. غير اللي خاصكم تعرفوا ان هاد لينيغاليتي مقسمه على جوج ديال لي بارتي، بمعنى فيها جوج ديال الحالات. يعني التمرين اللي غتكونوا نتوما خدامين عليه ما تقراش بجوج ديال الحالات، يا اما التمرين في الحاله ديال الفريكونس، يا اما التمرين في الحاله ديال المويان. دونك عقلوا معايا هاد لي طيب اللي غادي بهم. اول حاجه في التمرين هو خاصك تفهم السؤال وتعرف انهم راه طالبين منك جبد لاطاي. بويسكو شحال من شابيتر عندكم نتوما في هذا الموديل؟ كاينين ثلاثه، كاين لي شونتيوناج، وكاين لي سيماسون، وكاينين لي تيست. باش غتبقى تفرق بين لي شابيتر بويسكو لي دوني غيوليو كيتشابو، كنفرقو منهم ابارتيغ من لا كيستيون. صافي، غنوريكم لا كيستيون اللي من خلاله غتولي تعرف ان راه طالبين منك لاطاي. ليطاب الثانيه هو مني تفهم ان راه طالبين منك لاطاي، خاصك تعرف ديك لاطاي واش غنجبدها بالحاله ديال الفريكونس ولا بالحاله ديال المويان. غادي نكتب انا لي ليغاتي في الحاله ديال الفريكونس ديال المويان، نشرح هلي من بعد نرجع نقول لكم ها كيفاش تفرقوا، ها كيفاش تعرفوا واش فريكونس ولا مويان. دونك في الحاله تاع الفريكونس لي نيجاتي كتكتب على هاد الشكل، بي قيمه مطلقه اف، كيبان لكم عفوا ليسبيرونس دو اف قيمه مطلقه انفيريور ايغال تي في ليكار تيب دو اف قوس سيبر ايغال واحد ناقص واحد على تي او كار. هادي في الحاله ديال الفريكونس. الامور اللي غيتبدلوا من الفريكونس المويه غنعاود نكتب فوق منهم بالزرق. كاين هاد ليسبيرونس ولا بلا ما كنت نقري تحت منهم شي خط احمر صافي. كاين هادي وكاين هادي، كاين بيان سيغ هادي. دونك باغ كونطخ في الحالة ديال المويه لي نيجاتيف كتكتب على هاد الشكل، بي اكس بار ناقص ليسبيرونس دو اكس بار قيمة المطلقة انفيغ ايكال تي فوا ليكار تيب دو اكس بار القوس سيبر ايكال واحد ناقص واحد على تي او كار. سي بون، دونك جوج تاع لي نيجاتيف. بيان سور راه كاينين لي بروف لي كيطلب لك ديمونستراسيون. شنو ديمونستراسيون؟ كيقول لك قول لي هادي منين جات. دونك جوج الحوايج، كاين الحساب وكاين ديمونستراسيون. تقريبا 90% تاع لي بروف ديال الامتحانات كيكونوا في هاد الحالة. عاد 10%. سيت واحد على تي او كار. باينين دابا لي نيجاتيف بجوج. دابا انا غادي نديطاي مزيان لوكا ديال الفريكونس، عاد من بعد نرجعو للحاله ديال المويان. دونك هذه هي لينيغاليتي في لوكا ديال الفريكونس. سمي هاد لينيغاليتي
عندها جوج شكل كتكتب عليهم بحال القطه ديال بيس دوموني فيها بيل و فاز دونك حتى هذه نفس الحاجه بي اف ناقص ليسبيرونس دو اف غيبقى هو هو مي اش اللي غادي تبدل هو هذا الوسط في بلاصه هاد تي فوا لي كارتيب دو اف كنعوضها بواحد الرمز اللي كيتسمى ايبسيلون هنا كنعوضها بواحد ناقص الفا صافي دابا اكثر حاجه غادي تقدروا تفهموا بها كيفاش غادي نجبد انا لا طاي هو غادي نبراتيكو في واحد ليكزيرسيس نبداو نديطايو بحاجه بحاجه دونك من بعد ما فتيت عليكم ليكزيرسيس غادي نتبع دي زيتاب باش نجاوب على التمرين ماشي لي زيتاب في ميثود ريبونس وانما غير مع راسكم نتوما دونك اول ايتاب غتبقاو تبداو بها في كاع لي شابيتر في كاع التمارين هي لا كيستيون شنو هي لا كيستيون في هاد التمرين اللي عطيتكم يعني اش فهمتوا من السؤال اش اللي مطلوب منكم نومبر تاع لي بيس دونك هنا بغاو واحد لا طاي باش نشرح لكم التمرين عندنا واحد لونتربريز فيها واحد لا ماشين كتخرج دي بيس بحال البيس ديال الفلوس ولكن دوك البيس ديال الفلوس ماشي ديما 100% صحاح كيخرجوا دي بيس كيكون فيهم شي مشكل هذوك هما لي بيس ديفيكتيوز هو قال لك انا البورسونتاج ديال البيس ديفيكتيوز هو 0.125 لا كيسون كان شنايا كومبيان فوتيل كونترولي دي بيس بور كو لا فريكونس اوبسيرفي اكسيتيرا دونك لا طاي ديال من بغاو ديال دوك لي بيس ديفيكتيوز دونك لا كيسيون فهمنا منها انهم بغاو لا طاي شكون اللي باقي ما بانش ليه لا كيسيون باش نبين لكم في هاد الشابيتر هادي لي كيسيون كيكون على شكل كتسمع كلمه كومبيان ولا كتسمع بور كي الفالور دو ان او لا ديتيرميني لا طاي دونك الاسئله كيبقاو كيديروا في هذا المجال كوم كو انهم باغين واحد لا طاي صافي دونك لي طاب الاولى هي لا كيسيون لي طاب الثانيه اللي هي مهمه هو هاد لا طاي واش انا غادي نجبدها من لي نيغاليتي ديال الفريكونس اولا من لي ليغاليتي ديال الموين باش كنفرق من التمرين واش انا في الحاله ديال الفريكونس ولا ديال الموين مالهم مزيان باغمي لي زانديس ديال الفريكونس تنزلك بالك باغمي لي زانديس ديال الفريكونس كو جميع لي فالور كيكونوا صغر من واحد شوفوا هنا لي فالور تذكروا اول فالور تذكر شكون هي صغر من واحد ثاني فالور 5% صغر من واحد 1% حاجه اخرى كتسمعوا الكلمات اللي كينتميو للدومين ديال الفريكونس شنو هما كتسمع كلمه فريكونس بروبورسيون صافي دونك حنا نبقاو كونسونطري غير على الفريكونس تنشوفوا الحالات ديال المويه المميزه ديالو مزيانه الحاله الثالثه وهذه حتى هي مهمه كو خاصك تعرف ابارتيغ من التمرين واش انت خدام في الحاله ديال التيراج افيك غوميز ولا تيراس سون غوميز عقلتوا على هاد الجوج ولا لا كنتو قريتوهم في البروبا انا باش نسهل عليكم الفرق بين تيراس افيك غوميز سون غوميز تم بعد نقول كيفاش كيتخدم ساهله نهار في شي تمرين سواء في الشابيت الاول يعني كنعاودو ولا الشابيت الثانيه كنتي كتلقى في لي دوني ولقيتي عوضو لا طاي ديال البوبيلاسيون لا طاي ديال البوبيلاسيون هي غران ان سمعتوني تكون كتقرا في لي دوني وسمعتي لا طاي بوبيلاسيون تي قال القد والقد عرف ديك الساعه راسك راه انت خدام في التيراج سون غوميز في التمرين سمعتوا شي طاي بوبيلاسيون لا دونك حنا فاش خدامين التيراج افيك غوميز واضح دابا رابع ايطاب واللي هي مهمه بزاف كو الا كانت عندكم صحيحه راه ساليتو التمرين شنو هي هاد ايطاب هو كناخذ دوك لي فالور اللي تذكروا شكون هي اول فالور تذكرات صفر فاصلة ما غنسميهمش غادي غير نكتبهم وصافي صفر فاصلة 125 ثاني فالور شكون هي 5% ثالث فالور 1% مزيان صنتو لي عافاك لا تمسكوش عارفين راسكم نتوما خدامين في حالة الفريكونس ياك انتما باش نبينها لكم لا مخلباتوش شحال فالور تعطات هنايا ثلاثة شكون هما هاد ثلاثه لي فالور اللي انا محتاجهم باش نجبد لاطاي مزيان اول حاجه هي الفريكونس الفريكونس ديال داكشي اللي كنقلب عليه بويس مثلا جا شي تمرين وقال لك بغينا نجبدوا لاطاي ديال نومبر دي زيتيدون ديال لي سترو اول حاجه غتحتاج هو البورسونتاج ديال دوك لي زيتيدون ديال لي سترو كاع لي زيتيدون هنا علاش كنقلبوا لاطاي ديال بيس ديفيكتيوز خصني اول حاجه نعرف شحال البورسونتاج ديالها ثاني حاجه كنحتاج هي واحد اللعبه اللي كتسمى ام و الفا اولا الفا عندي طيب حاجه بحاجه ثالث حاجه هي ابسيلون
غنمشيو دقاد نورمالمون شحال هو البورسونتاج ديال لي بيس ديفيكتيوز على حساب التمرين؟ حساب الفصيله باش عرفتوها حيت قالوها في التمرين قال لك كولا فريكونس دي بيس ديفيكتيوز هو 0.115 دونك هذه هي اول بارامتر. واحد الدقيقه بلاتي واش البورسونتاج اللي عطاونا هما متاكدين منه 100% ولا غير مقدرينه؟ واش مقدرين ولا 100%؟ لا خليو داك السيد يغوا دابا غير بالفهمه تاع التمرين وفي الكونسيبت ديال لي شونتيوناج. نعاود نسولكم قريتو البروبابيليتي ياك؟ البروبا كتقول لك كاع لي ريزولتا اللي كتلقى طوب ديال الصح ديالهم انهم يكونوا صحاح بنسبه 99.99%. علاش ما كيعطونيش 100%؟ حيت كاينه واحد النسبه ديال الغلط. الغلط كيف ما يقدروا يديروه الانسان يقدروا يديروه لي ماشين، حاجه عاديه ما كاينش حاجه صحيحه 100%. لا ميم شوز فاش كتمشي كيدير مثلا كيدير شي اوبيراسيون ولا ملي كتبدا دير تحاليل ديال سميتو اش كيقولوا لهم دي ان اي ياك شنو كيقول لك باش تثبت مثلا واش واحد ولد بات واحد ولا واحد ولد واحد شنو كيقول لك راه صح غير بنسبه تسدس ما كيقولش لك صحاب 100%. دونك ديما كاينه ديك النسبه تاع لي غو. نتوما في هذا الشابيت ولا في ستاتيستيك ديسيزيونيل ولا في ليستروا كلها لي ريزولتا اللي غادي تلقاو عندهم ثلاثه لي سي باش انهم كيكونوا صحاح اللي كينرمزوا لهم بام والفا اللي كتسمى السوي دو كونفيونس. عقلوا عليها نهار سمعت في التمرين السوي دو كونفيونس فهم ان الريزولتا اللي لقيت اللي غتلقى في الاخر راه صحيحه بهاد لا فالو. هاد ام والفا فيها ثلاثه لي فالو تقدر تكون 99 تقدر تكون 95 تقدر تكون 90 نورمالمون. علاش صحاح بنسبه 99%؟ حيت كاينه واحد نسبه الخطا اللي هي دونك المقابل ديال 99 هو شكون؟ المقابل ديال 95 المقابل ديال 90 هو 10. هاد لي فالور بثلاثه هما اللي كنرمزوا ليهم بالفا اللي كيتسمى لو سي دي رو ولا الريسك صافي. دونك الفا شك ام والفا اش كتسمى سي دو كونفيونس ها هما والفا. دونك في التمارين عندك جوج احتمالات يا اما يعطيك هاد البيضين ولا يعطيك هاد الصفرين. انت في جميع الاحوال خاصك تكون عارف المقابلات وتعرف باش نسميه كتاب صافي. رجعوا للتمرين ديالنا دابا. قلت في التمرين منين نبغيو نجاوبو عليه خاص يمشي بهذا الترتيب. اول فالو غنقلب عليها هي الفريكونس ديال داكشي اللي كنقلب عليه على لطي ديالو على حسب التمرين هو 0.125 داكوغ. من بعد هاد 0.125 بقات لينا 5% و 1%. واش كاين هنا شي 99 ولا 95 ولا 90؟ ما كايناش. يعني راه لا فالوغ اللي غيكونوا عاطينا غتكون هي الفا، يعني تقدر تكون هي واحد هي خمسة هي 10. واخا هاد 1% مني كانوا بغاو يعطيوها اش قالوا على في التمرين شنو سميتها؟ لو سي دو رو. وشكون هو لو سي دو رو على حسب الشيء اللي قلت لكم دابا؟ هو الفا. مزيان دونك ها هي الفا لقيناها اللي هي 1%. لا فالوغ الاخرى اللي بقات ديال من ديال ايبسيلون انا غنشرح ايبسيلون ياك ولكن اللي تبرزط وما قدرش يفهمها نصحو بواحد الحاجه هو ملي تكون خدام في التمرين تاع لي شونتيوناج اسيغي انك ما تغلطش في هاد الجوج الاولين. يعني اف غير اللي واكل شي حاجه واللي ما غتبانش ليه هي وهادي. علاش كيقول لك مثلا بغيت لاطاي ديال القد والقد كيقول لك راه البورسونتاج ديالهم ها شحال كيساوي دونك راه كتكون باينه. لا فالور الثانيه عندها جوج احتمالات يا اما يقول لك سي دو كونفيونس او يقول لك لو سي دي غور ولا غيس. دونك الا جبتي هاد جوج ديك لا فالور الثالثه اللي بقات هي ايبسيلون. شكون هي ايبسيلون؟ انا غادي نشرحها باش ما نتسماش غير كنحفظكم. ليبسيلون كيقول لك دابا هما في التمرين عطاوك اف ياك ولكن في الحقيقه راه كاينه اف وكاينه بي. واش عارفين شنو الفرق بين اف و بي؟ اف فريكونس و بي بروبورسيون. قلو على اف هو الفريكونس وهذه هي بروبورسيون. شنو الفرق بين كلمه فريكونس كلمه بروبورسيون؟ راه بحال بحال هما بجوجهم دي بورسونتاج غير هاد البورسونتاج نهار حسبوه حسبوه ابارتيغ من واحد لاطي ديال لي شونتيون. اما البروبورسيون محسوب ابارتيغ من لاطي ديال البوبيلاسيون. مفهومه؟ فريكونس شكون هو؟ هو واحد البورسونتاج تحس
تحسب ابارتيغ من واحد لاطاي صغيره والبروبورسيون هو نفس البورسونتاج ولكن تحسب ابار من واحد لاطاي كاكزومبل باش تفهموا علاش كتقراو هذا الموديل كاع. ملي كيجي مثلا كيقول لك نسبه الشباب في المغرب شحال هي تقريبا ولا نسبه البنات مع الدراري شكون اللي كثر؟ البنات البنات شحال؟ 75 75 واخا 75 دونك الدراري شحال بقات؟ 25 بلات دابا 75 الي شي ناسيونال ياك؟ اه 25 تاهي الي شي ناسيونال دونك ناخذو حنا النسبه ديال البنات الاكثر اللي هي 75 هاد 75 شكون هو الرمز ديالها واش هو بي ولا اف؟ بي علاش؟ حيت قلت الي شي ناسيونال الي شي ناسيونال راه يعني على كرون ان ولكن الا خدينا مدينه مراكش وبغينا نحسبوا البورسونتاج تاع البنات مع الدراري غادي نلقاو واحد الاختلاف نقدروا نلقاو مثلا شحال نقدروا نلقاو مثلا 73 هاد 73 واش حسبنا ابارتي غير من المغرب ولا غير من واحد لي شونتيون داخل المغرب دونك هادي الرمز ديالها شكون هو واش كاين شي فرق بين اف او بي راه هذاك هو لي بسيرو صافي نورمالمون في اللوجيك اش كيقول لك اف خاصها تكون كتساوي بي علاش كيقول لك اف محسوبه ابارتيغ من واحد لي شونتيون صغير و بي محسوبه ابارتيغ من واحد لاطي د بوبولاسيون كبيره مي هاد لي شونتيون راه ما جبناش من برا راه جبناه من الداخل ديال هادي دونك راه خص يكون عندهم لي ميم بورسونتاج ولكن داك لي غولي ما نقدروش نتحكموا فيه هذاك هو لي بسيرو صافي نورمالمون ما كتعطيكم لا في كيسيون دكور لا والو كما قلت لكم رد البال جبت جوج لي فالور الاولين لا فالور الثالثه اللي بقات هي ابسيلون واضح دابا دابا لين دوزو نجبدو لاطاي دونك باش يبقى هادشي بيان اورغانيزي شوفوا معايا غادي نكتب لي بارامتر اللي لقيت اول بارامتر لقيت هو اف ياك اولا بالضبط غنسمي او دو اف هو 0.125 ثاني فالو قدرت نتعرف عليه من لي دوني هو الفا اللي هي 1% ثالث فالو هي ايبسيلون اللي كتساوي 5% دونك شحال تاع لي فالو هنايا 3 لاني قلت لي غنخدمو بها فريكونس ولا مويان هاي غادي نكتبو بي اف نعاود نكتبها ناقص ليسبيرونس دو اف انفيرور ايغال تي في لي كارتيب دو اف قوس سيبيرور ايغال واحد ناقص واحد على تي او كار مي قلت انا هاد ليني قالتي عندها فاس اخر اللي هو مهم بزاف اف ناقص l'espérance de f inférieur égal epsilon قوس supérieur égal 1 ناقص الفا علاش كتبت هادو بالحمر علاش كورا في التمرين هاد لي فالور الثلاثه اللي بتعطاو هادو راه هما بلايصهم دونك لي طاب الاولى بالنسبه لكم هما دوك لي دوني ولا لي لونسي ديال لي دون ديال ليكزيرسيس كتهزهم وكتعوضهم في بلايصهم الصحه كما قلت لك الا حطي الا عودتيهم في بلايصهم الصحاح راك ساليتي التمرين انا كان اسيورك 100% يخرج لك التمرين صحيح ويسكو غادي نعطيو واحد لا ميثود كيفاش نفيريفيو دونك شنو غندير غنعاود نكتب لي نيجاتي ولكن هاد المره غنعوض بي شوفوا معايا البورسونتاج ديال داكشي اللي انا كنقلب ليه على لاطاي ديالو هو اللي كيتعوض هنايا هاي 0.125 انفير ايغال هاد البلاصه باش غتعوض ابسيلون شحال هو 5% اللي هو 0.05 نورمالمون في ليكزيرسيس راه ما عطاونا لا فالور ديال الفا اللي هي 1% ولكن انا شنو كاتب هنا دونك انا عمري ما كنحتاج الفا كنحتاج العكس ديالها شحال هو العكس ديالها دونك هي 0.99 هذه هي المرحله الاولى انني كنعوض ليطاب الثانية شوفوا معايا شوف بالنسبة ليطاب الثانية شنو غادي ندير نورمالمون كاين واحد البارامتر كاين في هاد البلاصة وفي هاد البلاصة شكون هو؟ هو تي نورمالمون هاد النيجاتي راه مقسومة على ثلاثة ها ليطاب واحد ها الثانية ها الثالثة عقلوا عليها كل ليطاب واحد هو كان رومبلاسي شاك فالو غا سا بلاس ياك
لي طاب الثاني هو غنخدم بهذا الجهه. كيف غندير؟ غنشد هذا الشيء اللي هنا وغادي ندير كيساوي هذا الشيء اللي هنايا. هذه ديما غتبقاو كتعاودوها في هذا الشابيط. علاش غندير هذا الشيء اللي هنا كيساوي هذا الشيء اللي هنا؟ باش نلقاو لا فالور ديال تي بويسكو ا موان الفا. واش حنا عارفينها ولا لا؟ وي دونك هاني غندير واحد ناقص الفا كيساوي واحد ناقص واحد على واحد ناقص الفا. عارفينها كي درنا لها بويسكو ما في التمرين عطاونا الفا. شحال عطاونا في الفا؟ دونك العكس ديالها شحال هو؟ راه ساهله. انت غتشد هادشي اللي هنا كيساوي هادشي اللي هنا. حنا هادشي اللي هنا هو 0.92. هاي 0.92 كتساوي واحد ناقص واحد على تي او كاري. عارف المطلوب منكم ياك؟ خاصك تبقى تحول الاطراف هادي باش تلقى في الاخر لافالوغ ديال تي. كيف كندير ديما مع لي زيتيديو كنعطيهم لافالوغ ديال تي واجده، ولكن شي ما كيمنعش انهم خاصهم يديمونطخيو. كيفاش واجده؟ اش قلت قبيل على لافالوغ ديال الفا و ا موان الفا شحال من فالوغ ممكن تعطاك؟ دونك راه شي في الشابيط الاول انا كنعاودو بصح في الشابيط الاول والثاني والثالثه لي فالوغ ديال الفا ولا ا موان الفا كاينين غير ثلاثه ديال لي فالوغ. وحاجه اخرى ديك الفا ولا ا موان الفا راه لايقه غير الحاجه وحده اللي هي ديك لافالوغ ديال تي. دونك الاستاذ في التمرين يقدر يعطيك الفا او يقدر يعطيك ا موان الفا. شكون هما لي فالوغ ديال الفا؟ كاينه 1%، 5%، 10%. شكون هو العكس تاع 1%؟ 99، 95، 90. نورمالمون لا الفا. اش من جروب انت؟ 3. جوج لا ما كيتبدلوش. هو ديما، ولكن الا بغى الاستاذ يشونجي واحد شويه يقدر يعطيك شي فالور بين 5، يقدر يقول لك 6، يقدر يقول لك 7. دون تولي كان نفس لا ميثود تاع الحساب. انا غير اوكا او لقيتي هاد الحاله الماجور غنعطيك لي فالور ديال تي، ولكن ماشي تجي تعطي لي فالور ديال تي واجدين، خاصك توريه منين جاو. دونك نعاود لا الفا لا امو الفا لاش لايقين غير على قبل تي. دونك نبين هنا ديمونستراسيون اللي نعطيكم من بعد لي فالور. دونك غنحول هادشي غتولي عندي واحد على تي او كاري كتساوي واحد ناقص 0.99 ياك. واحد ناقص 0.99 شحال؟ هي 0.01 ياك. كي غندير تنجبد تي او كاري غنقلبو ليهم البلايص اللي كتعرفو تحولو. دونك غتولي واحد على 0.01 كتساوي تي او كاري. تي او كاري شحال كتساوي الا حسبتو دير الكالكولا؟ 100. غتعطيكم 100، ولكن انا راه ما محتاجش تي او كاري. اش اللي محتاج؟ اللي هي الجذر 100 اللي هي 10. دونك عقلوا عليها في الشابيتخ واحد اون فوا تكون الفا 1% او لا امو الفا 99% عرف ان تي غادي تكون هي 10. علاش كنعطي هاد الطابلو؟ نهار ليكزام الواحد كيقدر يتستريسي يقدر يغلط. دونك غيبقى غادي نيشان حتى الاخر ويلقى شي فالور ماشي هي ديك يدير في بالو كرة هذه هي لا فالور اللي خاصها تخرج بغا ولا كره. صافي الا كانت 5% بمعنى شنو كنحسب الا كانت 5 في بلاصه هاد 0.92 اش غيكون؟ 95. لا فالور اللي غتلقاو في الاخر هي الجدر 20. 90% هي الجدر 10. دونك ها لي فالور ديالتي. ولكن انت ما تنساوش ديالاش من شابيتر واحد باقي نتي ديال الشابيتر جوج وباقي نتي ديال الشابيتر ثلاثه. صافي بالنسبه للدوزيام ايتاب جبدت منها لا فالور ديالتي. عقلوا عليها عافاكم ياك. ولكن كيف درت لهاد لا فالور ديالتي؟ درت هاد البلاصه كتساوي هاد البلاصه ياك. لا ميم شوز في ليتاب 3 غندير هادشي اللي هنا كيساوي هادشي اللي هنا. صافي عقلتوا معايا؟ ليتاب الاولى كنعوض لي فالور في بلايصهم. ليتاب الثانيه كندير هادشي اللي هنا كيساوي هادشي اللي هنا. وليتاب 3 غندير هادشي اللي هنا كيساوي هادشي اللي هنا. اشنو هو داكشي اللي هنا كيساوي هادشي اللي هنا؟ حنا غنبينو. كاينه تي فوا لي كار تيب دو اف غنديرو نورمالمون انفيرو ايكال ابسيلون. منين جد هادي؟ هاهي باش نبينو. ياك هادو هما جوج تاع لي نيجاتيف لي كنت كتبت قبيله. دونك بانت ليكم ولا لا؟ شوف معايا درت
هذا الشيء اللي هنا ها هو كيساوي هذا الشيء اللي هنا. شكون هو في هذا اللي ديجا عندي لا فالور ديالو؟ هو ايبسيلون. والتي تيار عندي لا فالور ديالها. الو عافاك عافاك كلشي انتبه، حيت اهم ايطاب هي هذه. دابا ليطاب 3 راه هي كلشي، شي تحسب ليطاب الاولى تعود مزيان، ليطاب الثانيه تمشي مزيان، ليطاب 3 الى غلطي فيها راه مشى التمرين كله، يعني بحال كضرب كلشي في الزيرو. هاد لي كارتيب دو اف اي كتعرفوا بعدا شكون هو لي كارتيب؟ شكون هو؟ لا ماشي القاعده، شكون هو لي كارتيب نورمال؟ الالومنيوم. واخا كيف نعطيو واحد المثال، دابا نتوما شحال هو لاج مويان ديالكم؟ لا ما بين المويان وشاك فالو، شحال لاج مويان ديالكم تقريبا غيكون؟ 20. ولكن الا خديت شي واحد ولي لا راه لي كارتيب راه هو بين شاك فالو، بمعنى دابا المويان ديالكم هو 20، ولكن هادشي راه ما كيعنيش ان كلكم عندكم 20، كاين اللي غلقى عنده 19، كاين اللي غلقى عنده 21. دونك شحال هو الفرق بين 19 والمويان؟ واحد. وشحال هو الفرق بين 20 بين 21 والمويان؟ واحد. دونك داك واحد راه هو لي كارتيب. المهم حنا ما علينا غير باش نديرو تذكير وصاي. هاد لي كارتيب دو اف باش كيتعوض؟ كيتعوض بغاسين بي فوا كي على ان، راه هذيك هي اللي مصبوح حنا كنقلبوا عليها. وهنا بالجنب عندي تي وبالجنب هنا عندي ايبسيلون، دونك هذه هي القاعده. القاعده ديال من هاد لي كارتيب دو اف لا الشابيت الاولى لا الثانيه لا الثالثه كيتعوض بغاسين بي فوا كي على ان، والجنب ديالو كاينه تي وهنا كاينه ايبسيلون. بيان سو حنا بغينا ان، تقدروا تجبدوا ان من هنا ولا لا؟ واخا غنديمونطري. اول حاجه كنحيد شنايا الغاسين باش كنحيدو، دونك غتولي عندي تي او كاري فوا بي فوا كي على ان، هادشي مالو انفيرور ايكال ايبسيلون او كاري. وحنت انا باغي ان غادي غندير لهنا وغادي غنهبط لهنا وغيتقى داكشي، دونك غيولي عندي في لافان تي او كاري فوا بي فوا كي على ايبسيلون او كاري. ما تنساوش الجهه الكبيره جيت شكون؟ جيت ان. دونك كيفاش نقادو؟ دونك ان سيبيرور ايكال تي او كاري فوا بي فوا كي على هانتوما. باش ندي طيب حاجه بحاجه، عفاك تي او كاري عندي ولا ما عنديش؟ ولكن شكون اللي ندار عندي في الحقيقه غير تي؟ ما تنساوش تي غادي ترفعوها او كاري. بي عندي ولا لا؟ بي شكون هي؟ راه هو داكشي اللي عودتي هنا، عقلوا على شي داكشي. علاش كنقول لك من الاول راه الا حطيتي لي بارامتر بشكل صحيح راه صافي التمرين مزيان. داكشي اللي عودتي هنا راه هو داك بي. دونك هذه هي ليسبيرونس دو اف. هاد كي شكون هي؟ هي واحد ناقص بي ايبسيلون راه عندنا، وغنعوضو بحاجه بحاجه. تي شحال لقينا فيها على حسب التمرين؟ 10. دونك او كاري هي شحال؟ 100 فوا هاد بي قلت هي ليسبيرونس دو اف، هو البورسونتاج ديال الشيء اللي كنقلب ليه على لاطي ديالو، هي 0.100. باش ما تلفش غدير فوا 1 ناقص 0.125 باش تبان لك مزيان. على اش ليبسيلون شحال هو؟ اوكي شوفوا شحال غتعطي هي 0.05. شوفوا شحال بتعطي ربع آلاف 375. السؤال، واش لي غيزيطا اللي كيخرجوا لكم نهار الامتحان كتكونوا متاكدين منهم 100%؟ لا. باش بلاتي 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 دابا في اللوجيك بصراحه، كيفاش كتعرف التمرين اللي خرج لك راه صحيح ولا غلط نهار الامتحان؟ لا في اي تمرين ابار هذا الشيء كتسول، ولا سولتي شي واحد وكان هو عنده غلط وانت عندك صحيح اش غدير؟ كتشك وتبدا كتبدا كتبدل ودير وكتضيع الوقت. فهاد الشابيت الاولى فيها هاد لافونتاج، كون ما تسولتش شي واحد شنو غدير؟ غتشد هاد ان وغترجعها لهاد البلاصه هادي، بمعنى غنعوض لي فالور كيف ما هما وخصني نخرج ديك ليبسيون اللي تعطاتني في التمرين. كي غندير؟ تي شحال لقيت؟ ماشي تي وكاري تي 10 فغاسين
0.125 0.0 شحال 875 على ديك اللي لقينا اللي هي 4375. اش خاصها تخرج؟ خاص يخرج لي ديك ليبسيلون اللي تعطاتني في لي دوني. ليبسيلون ماشي الحاسبه معطيه في لي دوني شحال هي. الا ما خرجت لك 0.05 عرف هذيك اللي عندك غلطه. خاصها تخرج نفس لا فالور اللي تعطاتنا في التمرين. انت شمن جروب؟ واحد وجوج كديروا انفيريور ايغال. جروب 3 هما اللي كيديروا تساوي. هو نورمالمون راه بحال بحال ولكن غير باش تكون لا فالور اكزاكت كنديروا سوبيريور ايغال بلوس او موان. هاي ماشي مشكل ديال الرمزه غير زيد تدخل الصحيحه. الا حسبتوها الا خرجت هذه راه اين عندنا صحيحه. ما خرجاتش راه لاطي عندكم غلط ورجع ديك الساعه ثاني فيغيفي. دونك باش نخدموا هاد ليكزيرسيس بنفس لي ميثود اللي درنا. دونز ان بوبيلاسيون لا بروبورسيون دي زون بوسيد ان سمارتفون 35%. ونشوازيو ازاغ ان ايشونتيون بور كيل فالور دو ان بوتون افيرمي كو لي كارتي 35% افيك ان بروبابيلتي دو 90%. ما تنساوش لي زيتا. السؤال واش فريكونس ولا مويان تيراج افيك غوميز ولا تيراج سون غوميز كتشد لي فالور كتعوض كتجبد تي وكتجبد ان. يلا دونك سا ديبون هاد ليكزيرسيس. اول ايطاب غندير شناهي؟ فين هو السؤال؟ فين هو السؤال؟ بور كيل راه قلتها قبيله. السؤال يا اما كيقول لك جبد لاطاي كومبيان ولا كيقول لك بور كيل فالور دو ان ولا ديتيرميني ها هي بور كيل فالور ديال من؟ يعني علاش كيقلبوا؟ لاطاي. ها ليطاب الاولى دوزناها. ليطاب الثانيه التمرين ديال الفريكونس ولا مويان؟ علاش؟ اول لي فالور كيف دايرين؟ كلهم صغار من واحد هذه اول حاجه. ثاني حاجه كتسمع كلمات لا بروبورسيون يعني كاين شي كلمات كينتميو فقط غير للدومين ديال الفريكونس. لي طاب الثالثه شنو هي؟ شنو لي طاب الثالثه؟ واش افيك غوميز ولا سون غوميز؟ التمرين بان تعطاتكم شي طاي ديال بوبيلاسيون دونك تيراج دونك لي ندوزو دابا لي زيتاب ديال بصح. اول فالور ذكرات هي 35% ياك. ثاني فالور ذكرات هي 5%. وثالث فالور هي 90. اسهل فالور قدرتو تعرفوا على من بين هاد هي هادي. هادي شكون هي؟ هو الفريكونس ديال داكشي اللي انا كنقلب عليه. مزيان كاينه 5% وكاينه 90%. انت تقولها ما قلتلكمش واحد القضيه فينا هي فاش كنت كندوي على ام و الفا هادي اشنو قلت لكم كتعطى باش ما نسميه في التمارين؟ زيدوها كلمه بروبابيليتي راه هي كتعطى عليها سيرتو عند الاستاذه تاع الجروب واحد بزاف. دابا دويتي على لا فالور ديال ام و الفا كتعطى نورمالمون بجوج سميات يا اما سي دو كونفيونس او لا بروبابيليتي صافي. دونك هنا عطاونا واحد 90%. ديك 90% شنو سماوها؟ بروبابيليتي. يعني شكون هو الرمز ديال 90%؟ هو واحد ناقص رديتو البال التمرين اللي فات ما عطاوناش ام الفا عطاونا الفا. دابا هنا عطاونا ام الفا بطريقه مباشره شكون هي لا فالور الثالثه اللي بقات؟ واش رديتو البال اش درت ولا لا؟ كنجبد هذه هي الاولى وكنتبعها هذه اولا العكس عاد ديك الثالثه اللي ماشي جو غادي يمشي يبدا يقلب على هذه حيت غيتلف. قلب على هادي وهادي الاولى عاد خلي لا فالور الثالثه بوحدها اللي من بعد غنجيو نعوضو في لينيغاليتي. اف ناقص شحال؟ صفر فاصله انفيرو ايغال ايبسيلون خمسه صفر فاصله صافي. دونك اشنو درت؟ راه غير عوضت هادوك في بلايصو. ها عند بقى تقريبا واحد بقى جوج دقائق باش الاخرين يطلعوا خصنا نجاوبو دغيا. لاسبيرونس دو اف دونك كيبان لكم شنو اللي عوض؟ ايبسيلون وانا عوض بلاصت ام و الفا صافي. قولوا لي الا كانت ام و الفا 90% تي شحال غتكون على حسب الطابله اللي عطيتكم قبيله؟ دغيا جذر 10 جذر 10 هاي باش نتاكدوا منها.
هاي الا كان 90% تي كتكون هي جذر 10. ليطاب الثانية بي من المتعلقة بلا فالوغ ديال تي. دابا تي حنا بيناتنا حنا جبدناها هي جذر 10 بلا ما نديرو هذيك الطوالة صافي. واش باينة ولا لا؟ باينة ولا لا؟ ليطاب 3 حمزة وهي أهم ليطاب. حمزة كي غنديرو اش بنخرجو؟ تي راه خرجنا في ليطاب 2 دابا ليطاب 3 إن حمزة حمزة كي غنديرو تنخرجوها؟ اش غنكتب؟ اش غنكتب؟ غاسين ابسيلون هاد لي كارتي باش غيتعوض غاسين بي فوا كيو قاعده كاينه غاسين بي فوا كيو على ان انفيرو ايغال ابسيلون. من بعد كتولي خصكم توليو حافظينها كره ان في التراجا في غوميس كتساوي تي او كاري فوا بي فوا كيو على ابسيلون او كاري. لي ما عرفتش كيفاش درنا ليها راه بنفس الطريقه كيف درنا التمرين اللي قبل حيت الغاسين بالاوكاري وبقيت كنحول شي فشي باش نلقى اي غنعوض بطريقه مباشره. تي شحال هي جذر 10 دونك اوكاري هي شحال فوا بي باش غنعوضها كنعوضها بداك الشيء اللي عوضت هنا. هنا شحال عوض فوا 0.65 على 0.05 اوكار شحال كتعطي؟ تسعمية وعشرة صحيح. محسن باش نعرفو هاد 910 صحيح كنرجع فين كنعوضها؟ هنايا غنعوض داكشي كيف ما هو جذر 10 غاسين 0.35 احنا غنشوف هاك عندك مشكل في الكالكيلو على 910 واش درتي هنا غاسين 10 ولا 10؟ انا درت هذا الشيء اللي نقول لك غادي تعطينا 0.05 باقي لانتربريتاسيون غنعطيوهم على ميثود دو ريبونس. دابا دي غير سكي في ريبونس او نيفو دو برويون